داعية إسلامي وعضو مجلس أمناء الثورة وناشط دعوي وسياسي بارز. ولد الدكتور صفت حجازي عام 1963 بمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر. بدأ الشيخ صفت حجازي رحلته مع العلم مبكراً، فأتم حفظ القرآن الكريم وهو لا يزال في المرحلة الابتدائية. وفي عام 84 حصل الشيخ صفوت على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية، وحصل بعدها على درجة الماجستير في مجال التخطيط العمراني، ثم دبلوم الحديث وعلومه بجامعة ديغون بفرنسا، ثم دكتوراه العقائد ومقارنة الأديان بجامعة ديغون بفرنسا. انتقل الدكتور صفوت للعمل بالمملكة العربية السعودية عام 90، حيث عمل بالأمانة العامة بالمدينة المنورة ودرس في حلقات المسجد النبوي ودار الحديث، وحصل على الكثير من الإجازات في القرآن والحديث والفقه وغيره من علوم الشريعة. ثم عاد الشيخ صفوت إلى القاهرة بصفة نهائية عام 98، وبدأ في مزاولة نشاطه الدعوي فور عودته، وبدأ في إلقاء الدروس والسلاسل بأكثر من مسجد. ثم ذاع صيته لما تميز به من أسلوب هادئ ومعالجة عميقة وطريقة بسيطة واختيار دقيق للموضوعات التي ينبني عليها عمل. كان للدكتور صفوت برامج عديدة في الفضائيات تناول فيها الكثير من الأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية، وأحدثت بعض آرائه وفتاويه زخما كبيرا في الشارع المصري. في أفريقيا إيران دولة صاحبة مذهب تدافع عنه، وصاحبة عقيدة تدافع عن هذه العقيدة، وهي عقيدة باطلة، عقيدة كافرة. لو سمحت بقى. طيب. لو سمحت أنا خلينا بس لو سمحت طيب. تدافع لا. عن أنا لست لم آتي للجلوس لمناقشة طيارات. خلينا نأجل موضوع بعد. لا أنا بتكلم أنا بصدر عقيدة كافرة أنت تكفرني، لا أسمح لك. حضرتك لا أسمح طبعا. لك حضرتك وانت كافر وانت مكفراتي ماشي انا مكفراتي كافر. لا انت فقد باء بها احدهما. انت مش اخي المسلم، انت لست اخي المسلم فقد باء بها احدهما. انت لست اخي المسلم خلاص انا وربنا حر. ربما لم يعرف عن الدكتور صفوت حجاز اشتغاله بالسياسة قبل الثورة، إلا أن ثورة يناير كشفت ذلك الجزء الثوري من شخصيته. فمنذ لحظة اندلاعها كان لصفوت حجازي دورا في الحراك الثوري. تقول لي هو ده طاري؟ أنا بقالي 10 سنين مستنية اليوم اللي أخد بطاري، ولو كلكم مشيتوا من هنا قبل ما تاخدوا لي طاري أنا هفضل قاعدة في الميدان بيموتوني ياخد بطاري. فكان أمينا عاما لمجلس أمناء الثورة الذي تشكل من كافة القوى الثورية. أنا كانت أكتر لحظة حسيت فيها بالنصر، حسيت ان احنا عملنا حاجة، كانت هي اللحظة. وبرز دوره الأكبر في موقعة الجمل حين هاجم بلطجية نظام مبارك ميدان التحرير محاولين بذلك تفريق الثوار. قلت له فاكر مصطفى الصراوي ماله؟ قال لي ده استشهد. أما عرفت منه التفاصيل الاستشهاد بتاعت مصطفى، كانت أول لحظة أحس إن الثورة دي هتنجح إن شاء الله وربنا هينصرها، لأن لما واحد زي ده يموت في الثورة ديت يبقى إحنا على حق. فرحت جدا إن هو نال الشهادة، فرحت جدا إن هو واحد زي ده مات في الثورة ديت، لكن كنت مرعوب حاجة واحدة وما زلت كل ما افتكر مصطفى اترعب منها. انا ما رضيتش اديله الاجازه علشان هو صغير ومش عاجبني ومش مقتنع بيه، لكن ربنا اختاره شهيد وما اختارنيش انا. لم تمر فاعليه ولا حدث ثوري اثناء وبعد ثوره يناير الا وكان الدكتور صفوت حجازي حاضرا فيها، سواء كداعية يقوم بدوره التوعوي في التحذير من خطورة ضياع الثورة. ما هيش ثورة شباب ولا ثورة عجائز ولا ثورة، دي ثورة شعب مصر، ستات ورجالة، شباب وشيوخ، أطفال وعيال، كله
مسلم ومسيحي ليبرالي كله. دي ثورة الشعب، ما هيش ثورة حد، وبقول إن دي ثورة صنعها الله. أو في حرصه على توحيد صف الإسلاميين في معركتهم مع أذناب النظام السابق وأعوانهم من مدعي الليبرالية. وفي أعقاب انقلاب 3 يوليو كان صوت الدكتور صفوت حجازي ملهباً لحماس المطالبين بعودة المسار الديمقراطي. إحنا كل ليلة كل ليلة بنبقى قاعدين منتظرين الموت هيجيلنا من أنهي ناحية، وبنزل أمشي في وسط الناس بلاقي الإصرار والعزيمة والإرادة، أسود أسود عندهم استعداد يموتوا في سبيل الله. الداخلية المصرية الفاشلة يا محمد يا إبراهيم يا كذاب، الضباط بتوعك قعدوا 9 ساعات يضربوا في الرصاص، 9 ساعات يضربوا بالرصاص وما يدروش يحركوا الشباب من مكانهم. ماذا بينك وبين الله يا مرسي حتى يخرج هؤلاء الملايين يرفعون صورتك ويهتفون باسمك؟ الرئيس محمد مرسي خط أحمر، بمعنى اللي هيرشه بالمية هرشه بالدم، بمعنى أن ده رئيس شرعي منتخب. الأمر الذي أرق الانقلابيين فأقدموا على اعتقاله وتوجيه تهم تعذيب الثوار في ثورة يناير، وتهم قتل وتعذيب لآخرين في اعتصام رابعة، تهم لم يكن الغرض منها سوى ضرب كل رمز ينتمي إلى ثورة يناير وتشويه صورته أمام الشعب المصري، ولكنها قوبلت من صفوت حجازي بمزيد من الثبات وعدم التنازل عن مكتسبات ثورة يناير. إذا كان الشعب المصري هيقبل بهذا الانقلاب، أو شعوب العالم تقبل وحكومات العالم تقبل بانقلاب عسكري ضد ديمقراطية وتجربة ديمقراطية حقيقية وضد رئيس منتخب مدني، فيبقى للأسف الشديد العار على كل من يقبلها. وكما ألهب صفوت حجازي الملايين من ميدان التحرير وميدان رابعة، ألهبت زوجته أيضا حماس الثوار في الميادين الأخرى. الإخوة كتير كويسين، ودايما بنقول في العقرب أقرب في العقرب أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلهم يعني ما شاء الله عليهم في تقوى وفي إيمان وفي عزة دايما يا رب. وهقول زي ما بيقولوا زي الشعار بتاعه اللي هو بيحبه واللي هو ألفه قبل كده وقاله: ثوار أحرار هنكمل المشوار، وإن شاء الله تشرفونا بإذن الله رب العالمين لما يجي بالسلامة إن شاء الله يا رب، ونستناكم إن شاء الله هنا يا رب إن شاء الله بإذن الله. ومع مرور الأيام ستظل آثار الدماء التي حمل أجساد أصحابها الدكتور صفوت حاضرة في الميدان، شاهدة على ثورة كانت هنا، وصوت جهوري دائما ما كان يخطب في جموع الثوار أن الطريق إلى الحرية يبدأ من هنا من الميدان.